الموضوع الثاني، من خلال يوم 8/12 انا فاكر قلت لحضراتكم ان هناك بعض المعلومات الخاصه باحد رؤساء الانديه اللي بيتكلم مع احد اعضاء اللجنه الخماسيه ان هو يتم فتح الاستبدال والكلام اللي حضراتكم شفتوه. وحصل ضغط خلال الكام يوم من اسبوع كده برضو، وانا طلعت قلت لحضراتكم انا دايما لما بتجيلي المعلومه بطلع اقولها لحضراتكم، سواء عشان تبقوا حضراتكم ملمين بكل ما يحدث في هذا الموضوع. حصلت مكالمة بعد مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري. حصلت مكالمة بعد مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري ما بين رئيس أحد الأندية الذي يريد فتح باب الاستبدال وأحد أعضاء اللجنة الخماسية الكبار. فكلموا في أمور أخرى خاصة بالحكام والتحكيم والكلام ده كله بعد كده، أو دكة المدخل يعني. وبعد كده كلموا في موضوع الاستبدال. فالحقيقه اللجنه الخماسيه او اللي كان بيتكلم من اللجنه الخماسيه قال له يعني صعب جدا ان يكون هناك ان يتم فتح باب الاستبدال خلال الفتره القادمه، ولازم تمشوا اموركم على الشكل اللي انتم ماشيين بيه. لو عندكم واحد يبقى لازم تشتغلوا على الواحد، عندكم اثنين يبقى لازم تشتغلوا على الاثنين، عندكم ثلاثة يبقى لازم تشتغلوا على الثلاثة، لكن لن يتم فتح باب الاستبدال مرة أخرى لأن هناك أربع أعضاء غير موافقين، يعني الأربع أعضاء دول مش موافقين على فتح باب الاستبدال، وهناك عضو وحيد فقط هو الذي يريد أن يتم فتح باب الاستبدال أكثر من خمسة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. أول بأول أنا بقول لحضراتكم الموضوع علشان تبقوا عارفين. من الواضح ان هناك انتصار للوائح والقوانين خلال الفتره القادمه، وهو ده اللي احنا نتمناه. وكل حاجه انا بطلع اقولها لحضراتكم اول ما بعرفها بطلع، يعني انا لو كنت طلعت امبارح كنت اقول لحضراتكم الموضوع ده امبارح، لكن انا عرفت بعد ما خلصت حلقه يوم الاثنين اللي كانت مباراه الاهلي والاتحاد. فاول حلقه ليا بعد يوم الاثنين كانت النهارده، فطلعت وقلت لحضراتكم الموضوع بمنتهى اللي حصل بالظبط في هذه المكالمة. حتى لو كان في أي حاجة بقولها لحضراتكم. فكل حاجة بنعرفها الحمد لله، وما يخص النادي الأهلي دايما هنقف قدامه وهنتكلم أي حاجة تانية مش علاقة بيه. لكن حاجة زي دي وموضوع أنا متابعه بقالي من يوم 8/12 لغاية دلوقتي، لازم أقول لحضراتكم التطورات اللي بتحصل فيه أول بأول. الأول كان من الممكن ان يكون هناك او كان في كده ايه يعني ضغط معين، والناحيه الثانيه ما كانش عندهم مشكله، ولكن من الواضح انه سوف يتم خلال الفتره القادمه ارساء القاعده الهامه وهي تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع. اللوائح والقوانين اللي بدانا بيها هننتهي بيها، ودي حاجه مشرفه جدا. واحنا كنادي اهلي او النادي الاهلي دائما عندما ينظر بينظر اللوائح والقوانين يا جماعه اللي بدانا بيه ننهي بيه، وهو ده كانت مطالب النادي الاهلي. انا اسف ان انا بقول كل الكلام ده كل يومين ثلاثه، ولكن هي دي الحقيقه، دي كانت مطالب النادي الاهلي ان ينتهي الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه عشان ما يحصلش اللي حصل مع بدايه هذا الموسم لكل الانديه مش للنادي الاهلي فقط. طبعا النادي الاهلي اكبر المتضررين او اكثر المتضررين فنيا وماديا وكل شيء، ولكن هو الكبير دايما كده. عضو واحد فقط هو اللي وافق، والاربع اعضاء الاخرى حتى هذه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي رفضوا فتح باب الاستبدال تحت اي ضغط، تحت اي ضغط. وفي ناس من الموجودين هددوا بالاستقاله لو تم، مش عشان الاستبدال يعني، اللي كان بيتكلم عشان النظام، ان يكون هناك نظام سائد خلال الفتره القادمه، ان يكون هناك نظام سائد خلال الفترة القادمة على الكل، على النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك وعلى نادي الإسماعيلي وعلى بيراميدز وعلى بقية الأندية كلها والاتحاد وكل الأندية. وهو ده اللي النادي الأهلي دايما بيطلب بيه بالمناسبة، النادي الأهلي دايما بيطلب بكده. فإذا كان هذا الموقف هو حصل بالمناسبة، ولكن أنا بتكلم حتى هذه اللحظة ده اللي حصل. طلب من المسؤولين في أحد الأندية اللي كان بيتكلم مع احد المسؤولين في اللجنه الخماسيه، احد المسؤولين الكبار في اللجنه الخماسيه، وكان بيضغط عليه علشان موضوع الاستبدال يتم فتحه او فتح عدد الاستبدال، اتقال
اتقال له لا مش هينفع يتم الاستبدال، والاستبدال هيظل كما هو، كل نادي بالمجموعة اللي عنده، اللي عنده واحد، اللي عنده اتنين، اللي عنده تلاتة، اللي عنده اربعة، مفيش مشكلة. يوم الاتنين بالليل المكالمة دي تحديدا يعني بعد مباراة نادي الاهلي والاتحاد السكندري. ف دايما بقول لحضراتكم اهو اول باول عشان تبقوا حضراتكم عارفين الامور ماشيه في طريقها ازاي وباي طريقه. نادي الاهلي لا يبحث عن اي شيء، نادي الاهلي يبحث عن اللوائح والقوانين المنظمه للدوري العام المصري، حتى لو كان النادي الاهلي الاول بفرق كبير عن اي حد، حتى لو النادي الاهلي كان متصدر الدوري حتى هذه اللحظه وفرصته اكبر زي ما الناس بتقول، اللي انا قلت لحضراتكم عليه من يومين ثلاثة، التنويم المغناطيسي اللي بيحصل هذه الأيام. أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام مرة أخرى، ولكن هناك حالة من التنويم المغناطيسي، كل ما تشوف حد يقول لك مبروك خدتوا الدوري يا عم، مبروك خدتوا الدوري يا عم، لا، النادي الأهلي ما خدش الدوري، النادي الأهلي لم يحسم حتى هذه اللحظة، أو الدوري لم يحسم حتى هذه اللحظة. تخيلوا حضراتكم النادي الأهلي الأسبوع العاشر النادي الأهلي لعب 8 أسابيع وبيقول لك مبروك، بيقولوا لكم مبروك. خلي بال حضراتكم من التنويم المغناطيسي اللي بيحصل. اللاعبين مركزين دلوقتي في مباراه بلاتينيا ستارز اللي ان شاء الله يوم السبت القادم.